يا ست ام اسراء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ايوه اتفضلي. سامع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ محمد. اتفضلي. دلوقتي انا عايزه اشكرك في حاجه الشيخ محمد. اتفضلي. دلوقتي انا والدي ووالدتي ماتوا وسايبين لنا بيت لبيتين لاربع بنات وولدين. دلوقتي اللي قاعد في البيت اخواتي الاثنين، واحنا مش مستفيدين بحاجه وعندنا ازمه احنا الاربعه. تمام. هل انا هقسم لو انا طلبت بحقي؟ بس عايزه اقول لحضرتك ان اخواتي الاثنين يعني على قدهم. طب انا عايزه دلوقتي حقي في البيت، انا مش مستفاده بيه بحاجه، وكان ليا مطرح لوالدتي اخويا الكبير اخده ودخله في شقته، كانت شقه والدتي جنب شقته وخده. ليه الحق ان انا طالب بحقي استفيد بيه ولا ايه؟ ما عليكيش حاجه خالص شرعا. وانا بقول لكل الناس مما يقع الناس فيه من الذنب العظيم والإثم المبين والمصيبة الكبرى تأخير توزيع الإرث. الأسبوع اللي فات بتكلمني واحدة حرفيا بتبكي بكاء مريرا، وبتحكي لي على زوجها اللي توفي ومضى إلى ربي وما سابش حاجة، وهي بالنسبة له بالنسبة لزوجها هي مليارديرة بس مع إيقاف التنفيذ. أبوها مات من 10 سنوات تقريبا وسايب أموال كبيرة جدا وعقارات كتيرة جدا، لكن الأم أسأل الله أن يهديها، ويا رب تكون سمعاني، فإن سبق في علمه أنه لن يهديها فليعجل بها. واحد يقول لي ابتدي على مسلم، لا ما بدعيش على مسلم، أنا بدي على واحدة استولى عليها الكبر، ودي مصيبة كل واحد وكل أم وكل أب وكل أخ. يقولك مش هنوزع طول ما أنا عايشة، أنا مالي ما تعيشي ولا تموتي ولا تروحي في داهية، أنا مالي من غير زعل. ربنا سبحانه وتعالى بعد آيات المواريث قال إيه؟ تلك حدود الله. وقال آية خطيرة جدا، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا. مين اللي بيجود لنفسه بالنار؟ حضرتك عايشة على عيني وعلى راسي يا أمي، أنا ما أقدرش أتكلم، لكن حضرتك مش إله، حضرتك أما من جملة خلق الله. الله هو الذي أمر بتوزيع الإرث. إمتى يتوزع الإرث؟ والميت لسه ما اتدفنش. لو استطعتم والميت لم يدفن بعد أن توزعوا الإرث فافعلوا، فإن لم يكن ذلك متاحا لظروف الموت فعقب الدفن وقبل العزاء، فإن لم يكن ذلك متاحا فعقب انتهاء العزاء فورا دون تأخير. مفيش تأخير أبدا، مفيش حاجة اسمها أمنا عايشة وعلشان ما نتفتتش وعلشان تفضل أرضنا واحدة وعلشان نفضل عصبة واحدة، ده كلام من أجل أن يسرق بعضنا بعضا. البنت بتتصل وبتبكي، أقسم بالله بتبكي، بتقول لي أنا مش عارفة أعمل إيه الآن يا شيخ، أمي عايشة ورافضة خالص توزيع أي شيء، والمصيبة إن اللي مستولي على ده كله أخويا الكبير، المحلات والإيجارات وكله، وإحنا حتى الفتات ما بناخدوش يا شيخ. والله يا شيخ أنا مش عارف أروح أطلب مساعدة من جمعية خيرية من اللي حوالينا في البلد، لأنه بيقولوا لي عيب أنت بنت الحاج فلان، عيب. ده ليه؟ علشان في أم أو أب أو أخ ظن نفسه إلها نسي أنه عبد، فدي مصيبة. ليس عيبا وليس حراما أن يطالب كل إنسان بحقه، لا سيما والذي شرع ذلك الحق هو الله سبحانه وتعالى. أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله لقد وزعت ميراث أبي رحمة الله عليه قبل أن يدفن. بقول تاني، قبل أن يدفن، وليس في هذا عيب وليس في هذا غضاضة، وما فيش حاجة اسمها عيب ولا فيش حاجة اسمها حرام، في حاجة اسمها حقوق. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنا لو مت المال ده هيبقى نار. الأم دي لو ماتت كل لحظة تأخير سيكون هذا المال وحاجة هؤلاء عليها وبالا في قبرها. أسأل الله أن تسمعني وأن تنقذ نفسها وتستنقذ نفسها من النار.